great again. United, we will overcome this season of darkness in America. It's because I was elected to fight for you, and I fight harder and harder and harder, better than anyone's ever fought for you. Are you ready? ونتابع الساعات الأخيرة قبل نهاية يوم الانتخابات الأمريكية التي ينتظرها العالم أجمع. ومعنا في الاستوديو الكاتب الصحفي زميلنا أكرم ألفي، خبير نظم الانتخابات، مش المصرية بس يا أكرم، يعني واضح أنها توسعت شوية. بالضبط. خلينا نبتدي بان انا اسالك، شايف اليوم ازاي؟ احنا طبعا لسه معانا شبكه مراسلنا، معانا عدد من المحللين، بس خلينا اسالك انت شايف اليوم ازاي؟ هل بدا الحسم؟ سيبدا الحسم مع اعلان نتيجه فلوريدا. معنى اعلان نتيجه فلوريدا، بمعنى لو فلوريدا قالت نعم لترامب سنتابع السباق وننتظر حتى بنسلفانيا. لو قالت فلوريدا نعم لبايدن سيكون السباق قد حسم بنسبة أكبر من 95%، ولن نتابع السباق وسنستيقظ لإعلان بايدن رئيس. بس ترامب عامل حفلة في البيت الأبيض، وعامل حفلة في ترامب تاورز، ويبدو أنه لا يريد أن يستسلم لأي هزيمة. يعني هو حتى بيقول لك أنا خلاص أنا أكسب، إحنا النهاردة هنحتفل، ولمح كتير أنه هو لن، يعني ستكون الهزيمة صعبة والفوز سهل، وأنه هو لمح كده أنه قد لا يقبل شيء آخر غير الفوز. دي طبيعته، دي طبيعة ترامب، بس طبيعة المؤسسات الأمريكية مختلفة. يعني طبيعة ترامب هو أنه لا يخسر أي معركة، ونجح في ده في 2016، وخاض معارك كثير وكسب وخسر منها، ولا يعترف ابدا بالهزيمه. دي طبيعته. واحنا امام انتخابات شديده التعقيد، شديده التعقيد، بيتابعها العالم بكثافه مرعبه، لدرجه انه لما احنا نتابع كانوا بتوع نظم الانتخابات الامريكيه، ما كتب عن الانتخابات الامريكيه في الثلاث اشهر اللي فاتوا لم يكتب عن الانتخابات الامريكيه في 20 سنه. الاستطلاعات الرأي خدعتنا في 2016، هل تتوقع أن تخدعنا أيضاً في 2020؟ لو خدعتنا في 2020 بعد التعديلات اللي اتعملت في كيفية إجراء الاستطلاعات في كافة المؤسسات الأمريكية والدولية، يجب أن تغلق هذه المؤسسات. بمعنى الأسباب، الأخطاء في 2016 حاولت شركات الاستطلاعات ومؤسسات الاستطلاعات تتجنبها في 2020، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الفارق في 2020 اكبر بكتير من الفارق في 2016. بمعنى انه لو انا شفت CNN النهارده، فالفارق بنتكلم على 10% احيانا 11%، الفارق ما بين ترامب وهيلاري كان لا يزيد عن 5 إلى 6، بنتكلم على ضعف. بس الفارق اقتربت جدا، تقترب، بس لازالت اكبر بكتير من الفارق ما بين ترامب وهيلاري كلينتون. بس لما بتتفرج على CNN غير لما بتتفرج على فوكس، انت بتتفرج على بلد غير البلد الاخرى. في فوكس انت بتتفرج، برغم ان فوكس بيقولوا ان لسه بايدن متقدم في الاستطلاعات، لكن بتراها مختلفه، ترى ان هو خلاص الفوارق اصبحت تلاشت. في CNN بترى ان الفوارق ما زالت كبيره، لان احنا امام انحياز فج من كل المؤسسات في الولايات المتحده الامريكيه، بما فيها الاعلام، وبما فيها كيفية إعلان نتيجة الاستطلاع، مش كيفية إجراء الاستطلاع. يعني مش عايز أدخل في تفاصيل معقدة، بس إحنا أمام انتخابات فيها انقسام شديد جدا، فيها انحيازات واضحة جدا. لم نرى الإعلام الأمريكي في حياتنا بهذا الشكل. بمعنى إنه تقرأ جورنان أو تتفرج على محطة أمريكية مؤيدة لبايدن أو مؤيدة للديمقراطيين، لن ترى سوى بايدن. الوجه الاخر مش موجود، لا توجد اي مساحه للاخر، لا يوجد الاخر اصلا، الا بمنطق انه زي ما استاذ احمد قال، منطق السخريه، وعلى العكس صحيح. وبالتالي ارجو بس، يعني دي جمله مهمه جدا عشان اي حد ما يكلمناش عن الحياد يا جماعه، في بعض المواقف تتفرج على CNN لا ترى الجمهوريين على وجه الاطلاق، وهي سخريه مستمره من ترامب. لما بتسمع فوكس او بتشوف فوكس برضو بترى الديمقراطيين على استحياء جدا، وسخريه كبيره من بايدن وابنه وهانتر وغيره. فيعني الحقيقه انه لا حياد، هذه الانتخابات نسفت منطق
الإعلام الموضوعي أو الإعلام المحايد. هما بيتعاملوا معاها أنها حرب، أكون أو لا أكون، الطرفين. مين بيرشح، مين الناخب الذي يرشح ترامب ومين الناخب الذي يرشح بايدن؟ الناخب اللي بيرشح ترامب هو الجمهور التقليدي للحزب الجمهوري، البيض، الأنجلو ساكسون، البيض، كبار السن، المتزوجين بشكل أساسي، المتدينين خصوصا من الإنجليين أو الكاثوليك، وسكان الضواحي أو سكان الريف. في المقابل الجمهور الديمقراطي الطبيعي التقليدي، المرأة، الشباب، الأقليات، بين قوسين هم في أمريكا بيسموها أقليات، بمعنى السود أو الأمريكيين من أصل أفريقي، والهسبانيك اللي هم من أصل لاتيني، الحاصلين على شهادات الجامعية، سكان المدن، وغير المتدينين. بس السود ترامب من أكتر الرؤساء الذي يعني اللي قدم للسود يعني غير قوانين، غير أمور كثيرة جدا، فممكن السود ينقسم. السود ينقسموا، ينقسموا دي يعني بدل النسبة ما تبقى 10-15 تبقى 20-25%، مش إنه 50-50، مستحيل. يعني دايما إحنا دايما عشان نفهم الانتخابات الأمريكية في النظم الانتخابية هناك يقول لك في ناخب 100% هيدي ترامب وفي ناخب 100% هيدي بايدن. الناخب اللي عشان نفهم الجمهور، الناخب اللي 100% هيدي ترامب ده مين؟ شخص أبيض من الأنجلو ساكسون، متقاعد، متزوج، متدين، وساكن في الريف. نسبة بايدن انه يكسب هذا الصوت بتوصل لصفر في المية في بعض التقديرات الأمريكية. بينما في المقابل الناخب المثالي لبايدن هو مين؟ هو سيدة سمراء اللون، في الأغلب أمريكية من يعني أمريكية من أصل أفريقي، عزباء، غير متدينة، ساكنة في المدينة. مين في النص؟ مين الأندسايدد؟ كتير بقى، كتير. هي بقى ده اللي حصل في أمريكا في آخر 20 سنة. بمعنى هقول مثال، كان زمان من 20 سنة ما تشوفيش أمريكي من أصل أسباني، هسبانيك يعني، متزوج أمريكية بيضاء. الزواج المختلط في أمريكا وصل كام السنة اللي فاتت؟ أو السنة اللي فاتت ولا قبل اللي فاتت؟ 15%. بين دول فعبر 20 سنة بقى عندنا أولاد من باباهم ابيض انجلو ساكسون ومامتهم، وبالتالي دول الاندسايدد. الاندسايدد بقى كتروا ليه؟ لانه كمان الموضوع معقد جدا. الهسبانيك اللي دايما ديمقراطيين، اللي بقى اغنياء فيهم مالوا للجمهوريين. اللي سكنوا فلوريدا وبقى عندهم بيزنس بقى جمهوريين. اللي بقوا متدينين ومحافظين وضد الإجهاض وبقوا بيروحوا الكنيسة كل يوم بقوا جمهوريين. طيب. خلينا بقى نرجع للولايات. اللخبطة في الانتخابات دي. ده بقى هل كل ده غير الولايات؟ يعني خليني بقى نشوف، احنا النظام الانتخابي الامريكي لا يقوم على الانتخاب المباشر. يعني انا بروح صحيح ارشح فلان او فلان، لكن في النهاية هي اصوات المجمع الانتخابي ولازم اللي هيفوز يحصل على 270 صوت انتخابي من المجمع الانتخابي. تعال نبص على الولايات اللي احنا عايزين نبص عليها. فلوريدا، فلوريدا دي اللي هي 29 صوت، فلوريدا دي المفروض مين يحسمها؟ يعني توقع الان من سيحصل على فلوريدا، ودي هتظهر النهارده بالليل زي ما طهري. بصي يا استاذتنا، فلوريدا هيحسمها بالظبط تقريبا اقل من مليون ناخب. اللي هم ساكنين فين؟ لو عايزين تفاصيل هي تقليديا فلوريدا ولايه، فلوريدا دي ولايه طول الوقت متردده بس عندها سمتين. دائما تنتخب الرئيس ولايته الثانية بقى لها 40 سنة. يعني دائما تنتخب الرئيس في ولايته الثانية، وهي كانت انتخبت جورج بوش الأب في ولايته الثانية في مواجهة كلينتون. هل من يحسم فلوريدا حسم الانتخابات؟ لو بايدن حسم فلوريدا حسم الانتخابات، لو ترامب حسم فلوريدا هننتظر طويلة. طيب. وقد ننتظر حكم المحكمة العليا. طب خلونا نذهب إلى ماريلاند، ومعنا عبر زوم الدكتور شبلي تلحمي، أستاذ العلوم السياسية وكرسي السادات للسلام بجامعة ماريلاند. دكتور شبلي مساء الخير. دكتور سامعني؟ أنا مش سامعاه يا جماعة.
مع الأسف مش عارف ليه. سمع حضرتك دلوقتي يا دكتور. I can hear you. سمعني حضرتك؟ أنا سامعك. طيب أهلا بيك. اولا شايف اليوم ازاي؟ يعني انتصف اليوم في الولايات المتحده اليوم الانتخابي، يعني الاستطلاعات تضيق، الارقام تضيق، كيف ترى مجريات اليوم؟ طبعا اولا الظاهره المهمه جدا هو نسبه المصوتين سترتفع كثيرا عن 2016. راينا اكثر من 100 مليون شخص صوتوا قبل الانتخابات، وهذه يمكن تكون نسبة تقريباً ثلثين المصوتين، وستزيد النسبة بشكل كبير عن 2016. ثانياً بدون شك كل الاستطلاعات، وأنت تعرفين أنني عندي مركز الاستطلاعات الرأي العام، فأنا أقوم بهذه الدراسات بشكل مستمر بغض النظر عن تحليلات الشخصية في السياسة الخارجية والداخلية. حسب رأيي أن بايدن سيربح هذه الانتخابات، واضح تقريباً أن من الصعب جدا على ترامب أن يربح، وسنعرف بعض الساعات فقط، لأنه كما قال ضيفك سمعت بعض ما قال عن فلوريدا، إذا ربح بايدن فلوريدا فستنتهي احتمالات ترامب تماما، وإذا خسر فلوريدا، حتى إذا خسر فلوريدا ستكون احتمالات النجاح لبايدن أعلى من ترامب حتى لو خسر فلوريدا. الولاية الأولى التي سننظر إليها هي ولاية جورجيا، لأن يبدأ العد هناك بعد الساعة السابعة مساء، ساعة قبل فلوريدا، وهي أيضا ولاية مهمة ربحها ترامب في 2016، ولكن حسب الاستطلاعات قريب ترامب وبايدن قريبين جدا من بعض، وفي احتمال أنه بايدن يربح جورجيا. فإذا ربح بايدن جورجيا وحتى لو لم يربح فلوريدا تنتهي احتمالات ترامب تماما، فلذلك يعني الوضع بايدن أعلى بكثير من ترامب، وأنا أعرف أن هناك تخوفات الكثير من الاستطلاعات. يعني 2016 كانت نمنا أن هيلاري كسبانة، صحينا لقينا ترامب في البيت الأبيض، فيعني كيف، لماذا نصدق الاستطلاعات هذه المرة؟ اولا لنعرف الفروق، وحتى في 2016 انا قمت باستطلاع قبل الانتخابات وكتبت مقاله في رويترز اسبوع قبل الانتخابات، وقلت حتى مع انه هيلاري طبعا رابحه حسب الاستطلاعات، هناك اسباب تؤدي الى الاستنتاج بان ترامب يمكن ان يربح. هذه الاستنتاجات غير واضحه حاليا. اولا الفرق بين ترامب وبايدن في آخر استطلاعات أكبر بكثير مما كان عليه الوضع. في آخر استطلاع في 2016 كان الفارق بس نقطتين، 0.2، وهذا ما ربحته بشكل عام في كل الولايات المتحدة كلينتون. يعني الاستطلاعات لم تكن خاطئة في نهاية الأمر بالنسبة للنتائج الكلية في الولايات المتحدة، ولكن في الولايات كانت هناك فروق. ما نراه حاليا أن هناك اختلاف هائل بين ما حصل في 2016 والآن، وهي حسب الفئات، ما هي الفئات التي كانت تؤيد والفئات التي تؤيد بايدن حاليا، ماذا كيف ينظرون إلى بايدن مقارنة بكيف كانوا ينظرون إلى هيلاري كلينتون. عدد الذين صوتوا حتى الآن أعلى بكثير، ليس هناك الكثير الذين لم يقرروا قبل يوم الانتخابات. كان الفارق هائل في 2016، أكثر من 12% من الأمريكان كانوا يقولون لم يقرروا قبل يوم الانتخاب، فلذلك يعني الفرق هائل جدا. أنا حسب رأيي كمحلل أحلل ذلك موضوعي، أعتقد أن بايدن سيربح في نهاية هذه الليلة. طيب هل سيقبل إذا ما صحت تحليلاتكم وتوقعاتكم، هل سيقبل ترامب بالخسارة أم أنه سيأخذ الأمور لدرجات أبعد للمحكمة وربما للتشكيك بالتزوير؟ أنا حسب رأيي أنه إذا كانت النتائج واضحة كما أعتقد ستكون، سيقبل وسيخرج ولن يحارب ذلك. هذه التهديدات
هي كان الهدف من وراها أكثر هو تقليص عدد المشتركين في الانتخابات وليس تحذير. ولذلك بعد الانتخابات إذا كانت النتائج واضحة سيتراجع، وأعتقد أنه تراجع أيضا لأن الحزب الجمهوري الذي أيده والذي ربما سيفشل لأنه أيده، يعني معنى ذلك أن الديمقراطيين ربما سيربحون السند، وهذا مهم جدا، عامل هائل. فالجمهوريون أعضاء الكونغرس الجمهوريين سيطلبون منه التراجع، ولا أعتقد أنه من الممكن أن يبقى إذا خسر وكان هناك وضوح. إذا كان هناك نتائج قريبة جدا طبعا كما كان الوضع عليه في بعض الحالات، خاصة في ولاية مثل فلوريدا، ربما يحارب ذلك قانونيا ويحاول أن يمدد من معرفة النتائج، ولكن في نهاية الأمر الرئيس سيتراجع إذا خسر. ماذا يعني فوز ترامب أو بايدن بالنسبة سياسيا بقى، بالنسبة للمنطقة، بالنسبة لإيران، بالنسبة لقضية الشرق الأوسط؟ بالنسبة لقضايا، بغض النظر عن العلاقات الثنائية، خلينا نحط العلاقات الثنائية على جنب حاليا، خاصة المصرية الأمريكية، ولكن بالنسبة للسياسة تجاه الشرق الأوسط، حسب رأيي أنا أنه السياسة بايدن ستكون أفضل من ترامب لمصلحة الشرق الأوسط وأقرب للمواقف المصرية. مثلا هو يرفض ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، ترامب لم يرفض ذلك حتى عرض ذلك. ثانيا هو لا يريد الحرب مع إيران ويريد الرجوع إلى اتفاقية نووية مع إيران، هذا يوافق الموقف المصري أكثر، مع أن مصر طبعا تتفق مع حلفائه إلى بعض الحد في الخليج. بالنسبة لحرب اليمن يريد إنهاء الحرب في اليمن، وهو شيء مصر كانت تطلبه. فبالنسبة للمشاريع الكبيرة بالنسبة للشرق الأوسط، ليس هناك تعارض كبير بين المصالح الدول العربية ومصر، وخاصة مصلحة مصر في هذا الموضوع. في العلاقة الثنائية طبعا سيكون هناك بعض الاختلاف في الجو، معنى ذلك أن الرأي العام الديمقراطي، وأنا أقوم باستطلاعات في الرأي العام الديمقراطي هنا في الولايات المتحدة، تطالب بالضغوط على الحكومات في الشرق الأوسط، منها الحكومة الإسرائيلية والحكومات العربية، بالتركيز على قضية حقوق الإنسان، وهذا طبعا ما تعتبره بعض الدول والحكومات تدخل في الأمور الداخلية. ولكن لا أعتقد أن هذا سيغير المعادلة جذريا على المستوى الاستراتيجي. الشارع، من الواضح أنه فكرة التخويف الأولى اللي كانت موجودة في الشارع الأمريكي أنه قد يكون هناك عنف، هل ما زال هذه المشاعر موجودة في الشارع الأمريكي، ولا هذا التدفق من الناخبين سواء قبل الانتخاب أو قبل يوم الانتخاب أو النهاردة شايفين تدفق كبير، هل هناك ما زال هناك تخوف من العنف على الأرض؟ طبعا هناك دائما تخوف وهناك تحضير لذلك، وخاصة بعد أن تحدث الرئيس عن هذه الإمكانية، ولكن حتى الآن كما نرى، والآن الساعة هنا بعد الساعة الثالثة مساء في الولايات المتحدة في الشرق، لم نرى أي شيء، كل شيء يمر بأسلوب سلمي. وأعتقد أن هذه التحذيرات والتهديدات كان الهدف من ورائها تخفيف نسبة المشاركين، لنعرف معادلة يجب أن تكون مفهومة، وهي المعادلة أن الديمقراطيون في الولايات المتحدة طبعا أكثر من الجمهوريين بالنسبة للعدد، ولذلك الجمهوريين يمكن أن يربحوا البيت الأبيض أو السنت أو الكونغرس فقط إذا كان عدد المشتركين أقل، وخاصة من بين الأقليات الذين يؤيدون الحزب الديمقراطي. لذلك دائما هناك تخويف وتهديد لتخفيف نسبة المشتركين، وأعتقد أن هذه المرة لم يشتري هذه الصفقة الشعب الأمريكي، ونرى أن نسبة المشتركين وخاصة بين الأقليات عالية جدا، ونرى أن هناك أرقام قياسية لم نراها في الولايات المتحدة من قبل بالنسبة للمشاركة.
أنا بشكرك شكرا جزيلا من ماريلاند الدكتور شبلي تلحمي الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية وبكرسي السادات للسلام بجامعة ماريلاند. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شبلي على هذا الحوار. تحب تعلق يا أكرم؟ أنا هعلق بنفس المنطق إنه إحنا أمام بضع آلاف أحيانا في ولاية معينة هيحددوا النتيجة. احنا في ملايين من الامريكان برا السبق. وعلشان كده احنا بنركز على حتة صغيرة جدا. لانه بضع هؤلاء بضع الالاف بيرجحوا ولاية. اللي بيحددوا ولاية، ولاية دي بتخلص الانتخابات. المجمع الانتخابي بتاعها عدده كبير وبالتالي بتحسم الانتخابات. يعني انا اقول لحاجة، لما بنبص على الانتخابات في CNN او في المحطات الامريكية، وده مشكلة في النظام الامريكي، كاليفورنيا اكبر ولاية امريكية. لا احد يتحدث عنها. عندها كم مقعد؟ عندها 55. عندها 55 مقعد. انت بتتكلمي على 39 مليون نسمة على اكبر اقتصاد في العالم. ليه لا احد يتحدث؟ لانها ديمقراطية من 92. والهسبانيك منتشرين فيها، هم يعني تلت للتلت، وفي ثقافة ليبرالية، هي ديمقراطية من 92 ولا احد يتحدث عنها. فاحنا هنا بنركز على الولايات المتأرجحة اللي هي مش undecided. بالظبط. في امريكا بقى ما بيركزوش على الولايات المتأرجحة، بيركزوا على الاحياء اللي هتحسم الولاية المتأرجحة. اقول مثل عشان الناس تفهم، احنا بنتكلم على مئات الالاف من الناس هم اللي حددوا رئيس امريكا النهارده. فلوريدا الجنوب بتاعها عند ميامي والساحل وكده كله يعني بيصوت للديمقراطيين في الاغلب. الشمال والوسط متردد، والشمال نص جمهوري نص ديمقراطي. ترامب عمل في 2016 انه خلى الشمال كله تقريبا ما عدا حتت صغيره جمهوري لصالحه. في اربع احياء في الشمال في فلوريدا يوصلوا لخمس احياء. لو صوتوا لبايدن النهارده يحسموا فلوريدا لصالح بايدن. يعني انا بقول التفاصيل دي ليه؟ لانه انا عندي في فلوريدا كده في 35% ديمقراطيين و 35% جمهوريين، ادي 70%. انا بتكلم على 30% اللي هيروح منهم في الانتخابات، نقول 15 او 20%. بتكلمي على تقريبا اللي بيحددوا انتخابات فلوريدا كلها مليون صوت من ال 10 مليون. خلينا نخرج فاصل ونرجع نواصل هذا الحوار. بس سريعا، المدعي العام في نيويورك يقول ان هناك تحقيقات جاريه في بلاغات عن وجود مكالمات هاتفيه اليه تحاول ثني الناخبين عن التصويت. مصدر من حمله ترامب لاحد الصحفيين يقول ان الاقبال اكثر بكثير مما كان متوقعا، وبهذا المعدل سيتم الاعلان عن فوز ترامب الليله هذا من داخل حمله ترامب. سمعنا تحليلات من الدكتور شبلي تلحمي بجامعة ماريلاند بتقول انه بايدن هيكسب، حملة ترامب بتقول ان ترامب هيكسب. لا نستطيع ان نحسم هذا السباق، وما سيحسمه هو المجمع الانتخابي. واضح انها ليلة طويلة، لكن نحن معكم وعلى الله ان احنا نعرف بعض الاخبار قبل ما نخرج. فاصل ونرجع.